يعني احنا اول مره في تاريخ اسوان تكسب الزمالك، اول مره في تاريخ اسوان تكسب 4-0، اول مره في تاريخ اسوان تقعد 4-5 ماتشات ما تخسرش، اعلى معدل تهديفي في تاريخهم، اعلى معدل ابناط، رغم ان انا فاضل لي ماتش كمان، يعني انا حققت اكتر من الدور الاول اللي هم حققوه كانوا بيلعبوا في ملعبهم. انا كل مبارياتي بره ملعبي، ما لعبتش في اسوان اتحاد الشرطه. فكل ده يعني الحمد لله، حاجات اللي بيقول الاحصائيات دي مش انا اللي بيقولها، يعني المتخصصين.